example 8 مثال رقم 8 هو بالضبط تابع لمثال رقم 7 مع تغيير مطلوب واحد، انه في هذا المثال بتتكلم عن جسم بدل ما بتحرك في اتجاه السينات بالنسبة للمختبر بتحرك في اتجاه الصادات بالنسبة للمختبر. إذا نفس المثال السابق مع تغيير ما اللي هو معطى، إنه الجسم بتحرك في اتجاه الواي أكسس، ونفس المطالب هي هي نفس المثال. نيجي على المطلوب الأول إيه؟ إذا بدنا المومنتم إنرجي فور فيكتور، حيث إنه هالمرة بي واي إلها قيمة اللي أم يو واي، وهذا إيش بتساوي؟ جاما شرطة أم نود يو واي. جاما شرطة هي واحد على جذر واحد ناقص يو واي تربيع على سي تربيع، وهي بتساوي 5 أتلات. إذا بي واي بتساوي 5 أتلات أم نود في يو واي اللي هي 4 على 5 أم نود في سي، وهي بتساوي الجواب 4 أتلات أم نود في سي. هالمرة بي واي لها قيمة لأنه الجسم في الأساس بتحرك في اتجاه الصادات. الإي على سي بتساوي أم نود في سي. لو جينا عوضنا عن في طبعا في جاما، وجاما هان هي جاما شرطة، وجاما شرطة 5 أتلات أم نود في سي. إذا بالنسبة للمختبر الجسم له مركبة واحدة اتجاه الصادات، علشان هيك عندي هان بي اكس بتساوي 0 وبي زد بتساوي 0. طيب لو جينا شفنا المطلوب الثاني ما هي مركبات التحرك الأربعة لهذا الجسم إذا نظر إليه جسم آخر يتحرك في اتجاه السينات الموجب بقيمة سرعة 6/10 سي، حيث أن بيتا 6/10، وبالتالي جاما هذه بالنسبة للمحور المتحرك اللي له قيمة 6/10 هي 5/4. ممكن نستخدم تحويلات السرعة اللي يو اكس شرطة بتساوي يو اكس ناقص الفي على 1 ناقص يو اكس في على سي تربيع. لو جينا عوضنا يو اكس شرطة بتساوي هان 0 ناقص 6/10 سي على 1 ناقص 0، اذا هذه ناقص 6/10 سي. اذا بالنسبة للمراقب المتحرك هنالك مركبة لقيمة السرعة في اتجاه السينات. بالنسبة ليو واي شرطة هي يو واي على جاما 1 ناقص يو اكس في على سي تربيع، طبعا هذه يا جماعة 0، اذا هن يو واي على جاما وهي بتساوي 8/10 سي على 5/4، الجواب 64% من سي. يو زد شرطة بتساوي 0، اذا ممكن نحسب يو شرطة الكلية ليو توتال هي عبارة عن يو اكس شرطة تربيع، يو واي شرطة تربيع، يو زد شرطة تربيع تحت الجذر. هي القيم موجودة عندنا، لو عوضناها نحصل على النتيجة الآتية 0.8773 سي. ومن هان نحسب جاما الجديدة اللي أنا سميتها جاما شرطتين، هي 1 على جذر 1 ناقص يو شرطة تربيع على سي تربيع. إذا هذه عبارة عن جاما نتيجة تحرك جسم، هذا الجسم في الأصل متحرك بالنسبة لمحور المتحرك. لو جينا حسبناها 1 على جذر
واحد ناقص يو اكس شرطة اللي قلنا عنها 0.8773 تربيع، الجواب بيطلع 2.083. مركبات التحرك الأربعة بإكس شرطة بتساوي جاما شرطتين أم نود يو إكس شرطة، جاما شرطتين 2.083 أم نود، ويو إكس شرطة اللي حسبناها ناقص 6/10 من سي، بيطلع الجواب ناقص 1.250 أم نود في سي. البي واي شرطة بتساوي جاما شرطتين أم نود يو واي شرطة، وهي بتساوي 1.333 أم نود في سي. والبي زد شرطة بتساوي صفر. اي شرطة على سي هي جاما شرطتين أم نود في سي، وهي 2.083 أم نود في سي. حتى بدنا لو تأكدنا من الموضوع بدنا تشك على الموضوع أو تيست، بي إكس شرطة تربيع، بي واي شرطة تربيع، بي زد شرطة تربيع، زي ما حكينا ناقص إي شرطة على سي تربيع، المفروض تدينا قيمة ثابتة اللي هي ناقص أم نود في تربيع سي تربيع. طبعا لو جينا عوضنا عن هذه القيم زي ما حكينا هنلاحظ انها فعلا بتساوي ناقص ام نود تربيع سي تربيع، وهي قيمة ثابتة. فهذا الحل ببرهن لنا على انه شغلنا صحيح. كمان البي توتال هي عبارة عن جاما شرطتين ام نود يو شرطة، وهي بتساوي 2.0833 أم نود في قيمة اليو برايم صفر. هنلاحظ الجواب بيطلع 1.8276 أم نود في سي. هذه عبارة عن بي الكلية، حيث أن بي شرطة تربيع هي بي إكس شرطة تربيع، بي واي شرطة تربيع، بي زد شرطة تربيع. هذا هو حل مثال رقم 8. طبعا مثال 8 و7 مثالين مهمين جداً.